هلا هلا، رجعنا لكم في فيديو جديد وتحدي جديد. طبعا اليوم تحدينا هو شنو؟ هو التحدي البحث عن الكنز المفقود في البيت. صراحة ليس مدى ذكاء علاء وفطومة بالبحث عن الكنز، وراح اعطيهم كم ورقة ويبحثون عن الكنز ويشوفون وين الكنز المفقود في البيت. والكنز به اشياء اللي هي مفاجئة، انتظرونا. رجعنا لكم من جديد، راح اعطيهم اول مساعده للبحث عن الكنز. هاي بطلون ورقه، خلينا نقراها. يلا شوفوا ايش مكتوب فيها. ايش مكتوب في هاي الورقه؟ مكتوب: اهلا علاء وفطومه، هل انتم متحمسون للبحث عن الكنز المفقود؟ اذهبوا الى الحديقه وستجدون شيء يدلكم على الكنز. وهو اكو رسم، شوفوا هذا الرسم فطومة. شوفوا هذا الرسم هو بي مكان يدليكم على الكنز بالحديقة. يلا هسه نروح للحديقة نشوف شنو هذا المكان. هسه انتم وين راح تروحون؟ الحديقة. راح تروحون للحديقة تشوفون المكان اللي بي متواجد بيه الكنز او ما يدل على الكنز. يلا شو منا حديقة. يلا هسه هاي الحديقة، يلا دوروا شنو هو. شوفوا الرسم، بابا الرسم، على الرسم امشي، على الرسم شوف الرسم شنو المكان، الرسم شنو هذا الرسم، شنو يعني هذا الرسم؟ هذا الرسم بمكان دليك على الكنز. شجرة شجرة، يلا دور على الشجرة، دور على الشجرة تلقون بيها شي يدلكم على الكنز. صعب مو؟ يلا شوفوا لكم شنو، دوروا. ما اعرف هاي الشجر بابا، هاي الحديقة كلها. اي دوروا هاي الحديقة كلها، شوف شنو يدلكم على الكنز، شنو اكو شيء. هاي شنو؟ ورقة. وين ورقة؟ يلا هاي الورقة، يلا عافية. يلا هاي فطومة، خلنا نقراها شنو مكتوب بيها، يلا خلنا نقراها شنو مكتوب بالورقة. نقاش مكتوب ورقة يقول: أحسنتم، لقد أصبحت قريبين جدا من الكنز، اذهبوا خلف البيت وستجدون شيئا هنا. هسه شو يقول الكنز؟ يقول: اذهب خلف البيت وستجدون شيئا هنا. هذا الشيء شنو موجود خلف البيت؟ شنو هذا؟ شوفوا مرسوم. يلا هسه نروح خلف البيت ونشوف شنو هذا. يلا خلف البيت ونشوف شنو هذا بالله المرسوم. الرسم هو بيشيد لكم على الكنز، خلف البيت. يعني ورا البيت. ايش بيش؟ اي ورا البيت. علاوي. وهسه حاليا ورا عين خلف البيت. يلا خلينا نشوف. يلا فطوم امشي على الرسم. شوف الورقة بيها الغاز، الورقة بيها الغاز. شوف هي الدليش على هذا اللغز شنو الموجود. يلا شوف هذا الرسم، شنو هالرسم فطومة؟ شوف هذا الرسم شنو؟ ما فهمت الرسم. هذا الرسم شنو معناته هذا الرسم؟ يلا دوروا شوف الرسم شنو هو. شوف هاي خلف البيت. شوف شنو هاي البيها، شنو موجود هذا المكان؟ شنو هو؟ لا مو ورقة هاي، لا حبيبي. شوف هذا المكان ما خلف البيت، شوف شنو موجود بالله بيها. هذا الرسم بيش حبيبتي فطومة، هذا الرسم بيشي، هذا الرسم رسمت اشياء موجودة هنا داخل الحديقة. شو تسوين هسه؟ اي جوا، اي هنا بالحديقة داخل خلف البيت. العفو شوف يلا شنو دليتي. يلا خلف البيت هو موجود به هذا الشيء، هو يدلكم على مكان الكنز. شوف شنو موجود، شوف شنو موجود. يلا تنسحبون يروح الكنز عليكم. ها ما اعرف. شوف الطوم، شوف دوري موجود والله. يلا ما اعرف. شلقيتو والله. اقرأ الواقع على وفرها، هنشوف الواقع شو مكتوب. يقول: أحسنتم، أنتم أبطال، كل ما عليكم الآن الذهاب إلى هنا وسوف تجدون شيء يدلكم على مكان الكنز. هذا الرسم لازم ترحوا له.
شوف هذا الرسم بعيله، خلينا نشوفه للمتابعين. هذا الرسم يدلكم، هذا الرسم شنو بي بيشي هم ورقة أو ما أعرف شيء، يدلكم على مكان الكنز. هسا أنتم أبطال، اجتز المرحلة الثالثة. ها تعب مو؟ تعب مو؟ يلا هسا هذا يلا يلا شوف هذا المكان وين بالبيت، هذا المكان موجود بالبيت. يلا خلنا نروح البيت، خلنا نشوف المكان وين هذا موجود بالبيت. هسا هاي آخر ورقة وين لقيتيها؟ لقيت شي يقول؟ يلا يقول المكان مو هنا، هاي الصالة. شوف هاي الصالة بيها مكان يدلكم على مكان الكنز. شوفوا شنو، يلا طلعي الصورة الصورة الصورة، شوف الصورة شنو هذا؟ شنو الموجود هذا الرسم؟ هذا الرسم شنو هو؟ انتبهي زين علي. ها؟ لا بابا لا لا، هاي الورقة مو هاي الورقة، هاي الورقة. شوف هذا الرسم، هذا الرسم شنو هو؟ مفتاح. هذا الرسم شنو؟ ما أعرف، أنت بعد أنت تعرفين العازين، أنت تعرفين العازين. ها؟ مساعدة هو موجود هنا بهاي الغرفة، شوف هاي الغرفة؟ بهاي الصالة، شوف بهاي الصالة. قوله بهاي الصالة، دوري دوري دوروا، شوفوا شوفوا دوروا. دوروا موجود بهاي الصالة هو. شوف شنو هو. ها؟ حارة؟ حارة؟ لا بابا بالصالة، بهاي الصالة، بهاي الصالة، مو بالمطبخ، بهاي الصالة موجود هو. شوفي شنو هو؟ ها؟ يا بابا بروح على الرسم، شوفي الرسم، شوف الرسم شنو هو؟ اي شوف الرسم شنو هو؟ موجود هنا بهاي الصالة هو. بس هنا؟ اي بس هنا، اي بالصالة. شوف شنو موجود، مفتاح، ورقة، رسم. شوف شنو موجود؟ لا بابا لا، جوا على هذا مو مفتاح، هنا بابا بالصالة، بالصالة بالصالة، موجود هنا بالصالة، بالصالة. شوفوا وين وين تسحبون يروح الكنز عليكم. لا بابا مو مفتاح، هنا بابا بالصالة. هذا شو الرسم؟ شوف بابا واعي الرسم، شوف الرسم، لا نختبر ذكائك. ها رسم، لا هنا داخل الصالة هذا الرسم. شوف شنو الواير، هذا واير، اعطيك واير، هذا واير كهرباء. يلا هاي ما اقدر اطيش فيها. هنا بابا داخل الصالة، ما يروح عن الصالة، هنا داخل الصالة، داخل الصالة مالك. ما تسحبين يروح الكنز. يلا اوكا اي شوف عاد شوف شوف شنو. لا ما لا مو فوق، شوف انت شوف شوف فوق موجود. ها ها بابا شنو؟ ها ها بتطور. شوف هذا بابا شنو رسم، بابا رسم رسم شنو هذا الرسم؟ يلا خلينا نشوف نقراها ايش موجود فيها. يقول فتحيها، يقول احسنتم، انتم قريبين جدا جدا من الكنز المفقود، اذهبوا الى المطبخ وسوف تجدون، وسوف تجدون رساله مع اداه لفتح الكنز المفقود هنا. لا هسه شنو بابا شو يقول لك؟ يقول لك تجدون هنا اي خوش، وتجون أداة، هاي الأداة شنو، هاي الأداة، هاي الأداة شنو؟ شوفي هذا مقص، عطني هذا مقص. تجدون هنا، تجدون هنا ما يدلكم على الكنز. هذا الرسم، روح للمطبخ، روح المطبخ، روح المطبخ، روح المطبخ، شوف شي يدلكم على 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 مكان الكنز. يلا انتبهوا زين، شوفوا وين هذا موجود. شوف هذا مقص، يقول لك المقص وياه لفتح الكنز. مقص في الجبال ما اعرف ذول، شوف المكان اللي اللي بيه شيء يعني. ورقه عافيه شنو هاي؟ يقول احسنتم
الكنز قريب جدا. اخذ معك المقص وافتح الكنز المفقود. يوجد الكنز في المطبخ. قف في باب المطبخ وامشي خطوتين واستدر يمينا وافتح الباب وتجد الكنز. تفتح مين قصدك شنو ولك؟ لا بابا شي قلتش؟ قلتش الكنز بس بعد قلتش الكنز موجود بالمطبخ هنا. شي قلتش؟ اقف اقف في باب المطبخ وامشي وامشي خطوتين واستدر يمينا سوف تجد الكنز. يلا تعالي يلا مع بابا. أخذ قصة. هسا شنو هو؟ يقول ليش شيس بابا بابا مش يكنس. يقول ليش بابا؟ إيه. أخذ بابا. إيه. أمشي خطوتين بابا خطوتين كبيرة. أنا سهل لك إياها. خطوتين كبيرة. يلا. يلا أمشي خطوتين كبيرتين من باب المطبخ. أمشي خطوتين كبيرتين على مود. واستدر يمينا. لا. بابا من باب المطبخ. باب المطبخ هذا باب المطبخ هذا هذا الحد مال باب المطبخ هذا الحد لا هذا الحد هذا اي هذا الحد خطوتين واستدر يمينا وسوف تجد مكان الكنز. اي خطوتين لا خطوتين كبار بابا خطوتين كبار اي اي بعد خطوه واستدر يمينا وافتح الباب سوف تجد الكنز. أشوف رسالة إيش مكتوب؟ مكتوب أحسنتم يا أبطال هذا الكنز المفقود. استخدم المقص في فتح الكنز. وإذا عجبكم المقطع وتحبون هيك أفكار حط لايك للمقطع. يلا أشوف الكنز شنو بيه بس جزا الله مع الكنز. يلا أشوف كنز أشوف المتابعين أشوف المتابعين أشوف المتابعين أشوف المتابعين أشوف المتابعين أوه ضاع الكنز نبي ضاع الكنز نبي ضاع الكنز نبي أعلى شنو أعلى تذكرين؟ حلو هيك؟ حلو هيك؟ حلو التحدي؟ إذا وصل هذا التحدي 500 لايك نسوي جزء ثاني. إذا وصل هذا التحدي شو علاوي؟ نايم علي العلاوي. بابا إذا وصل هذا التحدي 500 لايك نسوي جزء ثاني. يلا لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. باي.